مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أن تكون الأجواء أثناء النهار حارة نسبيا إلى حارة خاصة في الأغوار والعقبة والبحر الميت، وأيضا هناك رياح نشطة خاصة في ساعات ما بعد الظهر والعصر تكون مثيرة للغبار والأتربة في المناطق الصحراوية أحيانا، والأجواء بشكل عام لطيفة إلى معتدلة أثناء الليل. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي توضح درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون خلال الأيام القليلة القادمة تحت تأثير كتلة هوائية حارة نسبيا إلى حارة، وهذا واضح من اللون الأحمر يمثل درجات الحرارة اللي ستكون في عنا في المملكة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أدفأ من الليالي الماضية بشكل واضح. درجة الحرارة الصغرى بحدود 20 درجة مئوية. أجواء ربيعية لطيفة أثناء الليل والصغرى 20 درجة، في حين أنه معدل الصغرى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 15 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة، يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة، يعني تكون العظمى ما بين 28 إلى 29 في عمان أعلى من المعدل، لأن معدل العظمى في مدينة عمان أصبح بحدود 26 درجة مئوية، وبالتالي أجواء ربيعية معتدلة إلى حارة نسبيا في النهار ولطيفة إلى معتدلة ليلا. العظمى 28-29 والصغرى 20. يوم الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة، أجواء حارة نسبيا، بتكون في عمان العظمى ما بين 30 إلى 31 أعلى من المعدل بشكل ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية، أعلى من المعدل بشكل واضح. والصغرى بتكون بحدود 21 درجة مئوية، أعلى من المعدل أيضا على الأقل ب6 درجات. الثلاثاء أيضا أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا ومشمسة، إذا ربيعية معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا وربيعية لطيفة ليلا. العظمى المتوقع يوم الثلاثاء 28-29 والصغرى 19 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، نبدأ في المحافظات الشمالية. إربد 30-21، عجلون 28-29، جرش 31-21. المفرق أجواء مغبرة خاصة في فترة العصر وما بعد الظهر. العظمى 31 والصغرى 18، فبنلاحظ أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح في معظم أجزاء المملكة. المنطقة الوسطى البلقاء 29-20، مأدبة 29-21، عمان 28-20، والبحر الميت أجواء حارة 38 العظمى والصغرى 27 والزرقاء 32-21 درجة مئوية. أما المنطقة الجنوبية الكرك 29-18، الطفيلة 28-19، والشراح 26-16، العقبة أجواء حارة 38-23، منطقة معان والبادية الجنوبية الشرقية أجواء مغبرة، العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية من المملكة أجواء مغبرة حارة نسبيا إلى حارة، والعظمى في الأزرق 36 والصغرى 21، الصفاوي 35-21، والرويشد 34-20 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع